فرق طريق بعرق تزوز فرق ونشوفوا مقابله طريق بجمهور الجمهور التونسي جمهور نادي الفريق اللي باش يكون موجود باعداد كبيره اليوم واحنا كمتفرجين وكمحللين ان شاء الله. عفوا ايضا تعرف مباراه الديربي دائما لها تداعيات غير عاديه، يعني مباراه الديربي ليست مباراه الديربي ممكن لاعب يبرز تغير له مسيرته الكرويه والرياضيه، ممكن مدرب ايضا تغير له مسيرته الكرويه والرياضيه. المواجهات المباشره ستكون على الاقل في مباراه الذهاب لمصلحه النادي الافريقي، ولهذا قلت ممكن يتصدر اذا ما حقق الفوز. اكيد بانه الغندري يرجع لمكانه اللي شفناه فيه في مرحله الاياب اللي هو لاعب محور ثاني، لاعب معناتها توغاي الشمامي الشمام. بالنسبه ممكن الامور ما مشاتش مش لانه سوء اختيار من المدرب، ولكن في بعض الاحيان سبحان الله تتغير المعطيات. نشاهد التيفو عدنان خصيصا لهذه المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير. مرحبا ب 17 النيجيري كينغسلي إيدو 27 محمد علي. فريقين اشتقنا لرؤية ومشاهدة التربية. هذه كرة خطيرة 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 أولى لياسين الشماخي. دربي مصحوب بوجبة كروية دسمة. هذه كرة ياسين الشماخي بعد الاستقلال. كرة من يدو وثغت على رامي البدوي خطيرة لا تراجي فرصة من محمد علي بن حمودة. محاولة التحضير توقعي النادي الافريقي اليوم مدفوع بجماهيره الغفيرة باعتباره الفريق المضيف للديربي. شحنة معنوية هامة للكلوب. سياس الشتي مرفوع عن الكرة. الصابر بوغرينا الازدواجية والكوربي من اجل تقديم صورة جميلة وناسع تحت الشرق الاوسط. هذه كرة مرتدة للنادي الافريقي خطيرة فرصة لازم من الجهة اليمنى. كرة للنادي الافريقي خطيرة على دفاع الترجي. نادر الغندري في التغطية. كرة للترجي خطيرة ما زالت فرصة من الجهة اليمنى. محاولة للتوزيع العرضية خطيرة. كانت النادي الافريقي الأولى مع عبيد. هذه كرة غيلان الشعلالي مع نادر الغندري. الغندري كرة من لاري العزوني مرفوعة طويلة والحارس سيستم حميد بدوي. بدوي بدوي امامه هذه الكره. هذه يمرر الى ايده محمد علي بن حموده يسدد قوي. كره من ناري العزوني. عزوني كره مرفوعه صدق. مدرب بالنسبه لرادي. هذه كره من سامر مكرين. ديربي 28 انتصار للتراجي 11 للنادي الافريقي. رادي جعايدي تقريبا بوغرين شعلالي. شعلالي تسديده قويه بعد ان نقدم شيء في كره العز براعه من معز حسن. كره في الركنيه للصابر بوغرين. كره على القيم الاول. ثلاثه تعادلات. كره قويه كانت من خليل الشمام محرز ميدان في انتظار مصطفى في ظل مخالفة زهير الذوادي. ملعب مرفوع عنا كرة عالية خطيرة. كاد بين محمد صدقي أن تمشي. هذه كرة بعد كرة كانت من زهير الذوادي يتدخل. اسكندر يحاول يمر عادي ينجح في التمرير. كرة للنادي الافريقي فرصة على القائمة الأول. وفي هذه اللحظة بالذات مشاهدينا متابعينا الكرام يعلن محرز المالكي على نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 في ديربي العاصمة رقم 135. هيكل لك الكلمة. ننتظر مكان من كريم الخميري الحكم الرابع. ومع الترجي خطيرة. حمدو 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 الهوني خطيرة والتسعة في الشوط الأول. هذه كرة خطيرة خطيرة تمشي. سوير العرضية والرصية للنادي الأفريقي انطلاقة من ياسين الشماخي. شماخي هروب شماخي على محمد أمين توغاي ومحرز المسالت وعنده تقاليده. هذه كرة الشك بين أمين توغاي التي طلب فيها النادي الأفريقي بالعودة. طلب من يوسف السرايري واستدعاء لمحرز المايكي لقطة في اللقطة وفي العملية من هذه الزاوية ممكن تكون أوضح بالنسبة لطاقم التحكيم. يبقى الحكم والتشييع. هذه اللقطة يعلن عن ركلة جزاء. ركلة جزاء للنادي الأفريقي. ركلة جزاء للنادي الافريقي. يتقدم شهاب امام محمد صدقي لدبشي. شهاب العبيدي يتصدى يتصدى صدق الدبشي. شهاب العبيدي 35 يتابع الكرة بامتياز كبير بتسديدة شهاب صدق الدبشي في المكان المناسب. يفسو الى حد الان هو نجم
هذا الديربي. منتصر لحيشي وعطيها كرة من زهير النذوادي، ثوادي على القائم الأول نادر الغندر. اللاعبون على الالتجاه لتقنية الفار في وقت كرة طويلة من ركنية، محاولة برأسية خطيرة من هجوم النادي الافريقي قبل هذا كرة تعود من لاري العزوني، عزوني شماخي والدبشي مرة خيس، حضور براعة رشاقة، الله على كرة الصدقي والله على رأسية الغندري. مكان شهاب العبيدي، شهاب تأثر واضح بعد اهدى الدبشي، التشجيعات من الإيتار في المتلوي، هذه كرة ملعوبة للترجي لمعز حسن الحمد واللهوني، حمدو حمدو لهوني، الهجمة الترجية صبر بوغرين، بوغرين حمدو 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 في منطقة الجزاء يخلصها غازي عبد الرزاق، تعود مدو وسبو كرة وهجمة كدرة تكسرية والصدقي الدبشي حاضر مرة الشليبية. أجواء كبيرة في مدرجات ملعب المرحوم حمادي العقربي بيرادس، أجواء البرازيلي أرجنتيني بحناجر تونسية، كرة ستعود من رايد الفادع، رايد جات اليسرى محاولة للترجي يحاول يمر ويعدي ولا عرضية والكرة في العام الحمد واللهوني، محمد علي بن رمضان كرة طويلة وعالية. الثالث زهير النذوادي يتلقى التحية من أحباء النادي الإفريقي، مالياس شتي ينجح في التوزيع، كرة خطيرة على دفاع الترجي والسبقي الصدقي، توزيعة كانت من اسكندر العبيدي والتسديدة وكرة للصدقي الدبشي، كان عسر من قلبي دفاع النادي الافريقي رامي البدوي ونادر الغندري، كرة من حمدو اللهوني، حمدو 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 يمين في الاتجاه ادم الطاوس، طاوس يرفع على كرة خطيرة ترى المساندة خيلان، خيلان كرة ملعوبة ممتازة جدا في اتجاه حمد الهوني، رايع كان خيلان في الاسيست، خيلان مرة أخرى، خيلان متابع من ادم الطاوس، التسديدة لكن عالية عالية تسديدة، هذه التمريرة التسديدة العبيدي اسكندر، لكن هي عودة من حمدو اللهوني يقطع الكرة، حمدو 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 هو كوفي، هذا كندر اسكندر يرفع الكرة طويلة، محاولة رأسية عالية عالية، المستوى الهجومي كان أفضل من الترجي الرياضي التونسي، يتعامل ممكن بحذر كبير جدا مع ال 45 غيلان وينهيها محرز المالكي، ينهيها كما بدأناها بتعادل أصفار تعادل أبيض بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي 0-0، أول تعادل للفريقين في مجموعة التتويج ليحافظ الترجي على صدارته بعشر